احترام الوقت يدخل فيه احترام سد لذاتك وروحك واحترامك للاستاذ. التوقيت بتاعنا عندي ريكري نخرج في ريكري، عندي سونورين بعد نشد قسمي. وما بيت حكينا على الهندام، حكينا على الانضباط في الوقت والتاخيرات. راهو تلميذ تواتي مره يجي مخر، اثنين يجي مخر، ثلاثه يجي مخر، يدخل على الشوط ديالي محنود. ثلاثه يجي مخر، اما مش كل نهار يجي مخر، اما مش كل نهار يجي مخر. اوكي كرسي. مش كل نهار يجي مخر، شنو معناها؟ اذا كانت التواتر الغيابات والتواتر خاصه التاخيرات، شنو يصير؟ يصير اقصى، استدعى ولي. احنا ما نحبوش نستدعيو الولي، نحبو كي نستدعيو الولي نعطيو جايزه احنا. ما نحبش نستدعيه باش نقول له ولدك راهو مش منضبط. ما نحبش نستدعيه باش نقول له راه ولدك يتاخر بين الحصص. نحب انا اكل الانضباط يدخل في عاداتكم اليوميه. معناها انا نحترم وقتي، نحترم دخول القسم والخروج من القسم، ونحترم زاد الحضور الصباح بتاعي وقتاش ندخل. فما حاجه اخرى يا اولاد لازمكم تعرفوها، راني نجي كان في وقت الدراسه بتاعي. شنو معناها؟ ندخل التسعة نجي التسعة، ندخل العشرة نجي العشرة، ندخل الأربعة نجي الأربعة، ما نجيش ساعة نتلوى حتى دائما الكوليج. نحب ولادي منضبطين، ما نحب حتى حد يعمل مشكلة لبرا ولا تصير له مشكلة لبرا لا قدر الله. واضح يا ولاد؟ توعدوني ما نحبش إقصائيات، ما نحبش إقصائيات، ما نحبش تأخيرات. وهذا الكل يدخل، راهو هذا الكل عنده قيمة كبيرة، راهو في نتائجك، هذا يأثر على نتائجك، يأثر على عليك أنت، كرجل مستقبل ولا كامرأة مستقبل، باهي عاش ولادي؟ متفاهمين؟ متفاهمين؟ أنا توا أنا باش نحاسب هذوما 60 بي؟ 60 بي باش نحاسب النتائج. نحب نهار اللي ندخل أنا لل 60 بي أنا مش على زيتي محمد، ندخل نكرم. ندخل نعطي جوايز، ندخل نعطي شهايز، ندخل نعطي شوكولاته زاده، نعطي شوكولاته رانيا، وي، نعطي شوكولاته ونعطي الحلوى ونعطي كل شيء، باهي، واضح؟ إن شاء الله نراكم متميزين، وإن شاء الله نراكم في أعلى المراتب، إن شاء الله، وي سي محمد. عزوها بيك، التماشير واش تعمل؟ ستيل ولا محيط أبيض، لآخر عام نقعد أبيض. ولا يدي على الصابونة ولا على الطاولة نتاعو، عنده ما يعمل يخطط على الطاولة. يا خو انظار فما عقوبات راهو، انظار وينجم يطرد. هذيك شوف الطاولة هذيك. الطاولة مدونة زيدة، فما حتى ما فيها نوع. تعرف عليها. الطاولة كيما هي لقيت طاولتك نظيفة نخليها نظيفة. لقيت الحيط الأبيض نظيف، نخليها نظيف. نظيفة، عندنا بوبالات بارتو، حتى أنت تشري تاخذ حاجة بلونجة. عندي بوبال. عندك بوبالات. كل بلاصه واحنا باش نمشيو نمشيو نعملوا ريجين نتاع نظافه زاده بالنسبه للسنوات السابعه بالنسبه للسنوات الثامنه وبالنسبه للسنوات التاسعه. حيث نظيف ولا العام اخر عام نحبوا نظيف احنا وهذا يدخل ديما بالطبيعه في الطريق يدخل في سلوكهم وفي تاثيرهم زاده حتى على معناها على نتائجهم وعلى الديسيبلين نتاعهم. كنتوا يا ولاد حب كي نرجع شكرا مدام على التنمر. قلت لهم الا يتنمر عليكم في الشارع في القسم اي قدامك قيم قدامك استاذ قدامك مدير اداري اشكي بس ما فيش روح لا يعرفوها يعرفوا يعرفوا كل شيء نو معناتها تشكروا محميين ما يخافوش يعملوا اي مش